السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبنا في درس جديد من دروس إينو أرت. أنا هاني إينو وهنكمل مع بعض مجموعة فوتوشوب 2021 بالعربي من البداية حتى الاحتراف. درس النهاردة هيكون عن الإكسبورت، لو أنت فاكر إحنا كنا خدناها بشكل مبسط. النهاردة هنضيف شوية تفاصيل كده عشان تبقى الموضوع إيه أدفانسد كده وبنطلع مع بعض. طب لو أنا واقف على أي بي إس دي وعاوز أبدأ أعمل سيف أز بسرعة من الشغل ده، وليكن مثلا كان بي إن جي، فخلينا في الاول نبدا نظبطها. الاول احنا من فايل هنجيب اكسبورت ونقول له احنا عاوزين البريفرنس بتاعه الاكسبورت بتاعتنا نظبطها الاول، وهنكون متفقين احنا هنعملها مثلا بي ان جي وتكون شفافه بحيث لو في اي ارضيه طلعها. فخليني النهارده لو انا شلت الارضيه دي كده وجيت قلت له اكسبورت وقلت له كويك اكسبورت از بي ان جي، وقال لي طب فين الفولدر، فقلت له على الديسكتوب مثلا في اينو اكسبورت فولدر، وقلت له اعمل سيف از او اعمل سيف، فهو كده خلاص وانا واقف في نفس الفايل هو راح عمل سيف. لو انت فتحت الفايل بتاع الاكسبورت هتلاقي الصوره البي ان جي، يعني خلينا نروح نفتحها كده على فوتوشوب. طبعا مش هنرميها على الفايل لان كده هيفتح لي كلاير، هنرميها في حته فاضيه كده، فهتلاقيها خلاص بقت لاير، واللاير زي ما انت شايف شفافه وبتاع. فا اوكي طيب، لو انا عاوزها تبقى اصلا من الاول متظبطه انها الاكسبورت البريفرنس بتاعتي تكون مش بي ان جي، تكون جابج، فهعملها جابج واختار الكواتي المطلوبه، الضغط يعني اللي انتوا عارفينه. طيب خلينا نقول ان احنا خليناها بي ان جي. في طريقه تانية والله انت عارف، قبل كده احنا قلنا اكسبورت وقلنا اكسبورت از، تمام؟ فاحنا مش هنخرج بقى كويك اكسبورت، لا هنعمل حاجه اسمها اكسبورت از. واكسبورت از خليني افكركم بيها ببساطه كده، اكسبورت از بالفايل سيتنج بتاعتك بتختار الاكستنشن او الفورماتنج بتاع الفايل، سواء كان بي ان جي او جابيج او جاف او اي حاجه. الايمج سايز اقدر ان انا اكونفرت الايمج سايز او اصغره، فاقول له والله لا ده انا عاوزها 1000 مثلا في كذا فاختار، او السكيل اصلا ممكن اقول له والله انا عاوزها حاجه بتاعت 75% بس، تمام كده؟ فيبدا يصغر لي الفايل بتاعي. الكانفاس سايز انا ممكن اقول له مثلا بلس 10 وهنا برضو بلس 10، هيبدأ يطلع لي فريم كده 5 سنتي ده 5 بيكسل دايما يدور يكون فاضي. فانا ممكن اغير او بلس مثلا بلس 40، فبص بلس 40، فاقدر ان انا ازود الكانفاس سايز او اقلله زي ما انت عايز براحتك. كمان ممكن نخليه نون او نحفظ الكوبي رايت اند كونتاكت مثلا انفورميشن. كمان اقدر اعمل امبيدد للكلر بروفايل بتاعي، وكل ده كده احنا شغالين على اول حاجه. طب انا ممكن تقول لي كمان انا هبعت الفايل الكبير ده لحد، وممكن هعمل بلس من هنا اقول له اعمل لي فايل 50% 70% 75% او فايل 2x من الفايل ده، فانا اقول له والله فايل 50% وهقول له كده ابدا اعمل اكسبورت، فيقول لي طب انا هحط حاجتي فين، هقول له في نفس الفولدر، فهنقول له يلا سيلكت يعني سيلكت الفولدر. فلو انت طلعت كده هتلاقي بقى عندي بي ان جي اللي هي 100% وبي ان جي ات 0.05 اكس، اللي هو انا بقى عندي واحده 100% المظبوطه اللي بقى بص هتلاقي فيه زي اوت لاين، يمكن مش هيبان هنا على الديسك توب، خلينا نفتحها على الفوتوشوب، فهتلاقي بص ادي دي واحده ال 100% وفي واحده تانية اصغر شويه ال 50% اهي بقت اصغر شويه، فده عملت اكسبورت. طب في مثلا حد يقول لي طب انا اوصل لك كل صوره من دي لوحدها، اعمل الكلام ده ازاي؟ هتبدا تحدد على اللايرز اللي انت عاوز تعملها سيلكت او تعملها اكسبورت يعني، وهتجيب من قائمه لايرز هتبدا تختار حاجه اسمها اكسبورت از، نفس الامر اللي خدناه من الفايل، ولكن الفايل ده بيعمل الفايل كله. طب لو لايرز هيعمل ايه بقى؟ بص هيعمل اقول له راحت فين layers، ونقول له export as، لا اله الا الله قدامنا اهي اهي export as، خلاص كده. طيب من هنا ايه اللي بيحصل؟ بص بقى الحته دي هتختلف شويه، بدا يطلع لك layers. طب واللايرز اعمل ايه؟ انا ممكن اقول له والله اللاير بتاعت الجمل انا عايزها جيبك، اللاير بتاعت القاهره دي انا عايزها بي ان جي، اللاير بتاعت مثلا الاقصر دي ولا بتاع دي انا عايزها 50%. بص انا بغير كل لاير زي ما انا عايز،
او تخليهم كلهم زي ما انت عايز. انا عايز الصورة دي تكون معمل لها كانفاس سايز اكبرها شوية بلس مثلا 50، اهي بلس 50 تمام. اللير الاخيرة انا عايزها زي ما هي وكل حاجة تمام، يبقى كده هطلع الاكسبورت بتاعتي ليرز، عبارة عن ليرز، كل لير هتبقى فايل لوحدها. ازاي الكلام ده؟ دوس اكسبورت، فيقول لي فين؟ هقول له والله في الجزء ده في نفس الفولدر. تعال بقى نطلع ونشوف فولدر ايه ده. ده طلع فعلا الشغل. بس خد بالك بقى من حاجه انا نسيت، وعملت ايه بقى؟ لما جيت اعمل اكسبورت في اللايرز، عملنا اكسبورت اد، فاكر هنا احنا سيبنا دي، المفروض نمسح دي عشان ما يعمليش ال 50%. وبالتالي انا لو رحت على الديسكتوب فهتلاقي، بص، عمل من كل واحدة النسخة العادية والنسخة 50%، النسخة العادية و50%. خلينا نمسحهم تاني كلهم ونعملهم من أول وجديد أهوت. هقول له بقى أنا شلت خلاص ال 50%، أقول له اكسبورت، هيقول لي فين الفولدر، أقول له هو الفولدر ده، بس اطلع كده اتفرج على الفولدر. خلاص هو طلع كل لير لوحدها بقت في فايل. يعني قلنا نعمل حركة جديدة النهاردة ونزود بس حركة جديدة في الاكسبورت. يبقى أنت عرفت وأنت واقف على البي اس دي ممكن تعمل صورة جيبيج او بي او بي ان جي شفافة برضو، او يعني ترانسبيرنسي، يعني ما فيش ارضية، بتبقى حاجة ترانسبيرنسي كده، فانت هتظبطها. ولو انت عاوز تطلع كل لير لوحدها فدي حاجة سهلة. بس ده كان درس كده، قلنا ايه نحط لكم في النص كده، درس بسيط جدا بس هيعلم امكانياتنا في الاكسبورت او السيفنج. اتمنى لك التوفيق، وما تنساش تراجع الدروس اللي فاتت وامشي بالترتيب عشان كل مرة بتلاقينا بنزود معلومة جديدة. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. كان معاك هاني اينو، ما تنسوش بقى في اللايك والشير والكومنتات. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.